السلام عليكم، ازيكم؟ عندنا كويز النهارده ان شاء الله 11 ونص، واحنا هناخد الليكتشر الاولانيه، ولو ما خلصناهاش هنكمل جزء الليكتشر الثانيه، وبعدين ناخد بريك كده، وبعدين ناخد الاكزام بتاعنا ان شاء الله. ايه الايه بيست اوف تو؟ اه خلاص، هاخد الدرجه اللي قبلها. Lecture النهارده التايتل Hypothesis Testing، ده نيو سكشن كده عندنا، ده نيو تشابتر اكشولي، ده تشابتر 7 في كتاب التكست بوك بتاعنا. بس الاوتلاين كده بسرعه اللي احنا عملناه عشان تبقى معايا في الصوره. لما ابتدينا الجزء ده ابتدينا نتكلم على ايه؟ Population، صح؟ واخدنا منها samples، وابتدينا نشوف ايه الستاتستيك اللي هو بيهمني، البارامتر اللي انا اوف انترست عندي، اوكي؟ فتكلمنا على الـ sampling distribution of the mean، right؟ of the sample mean، يعني جبت الـ sample mean بتاعي وقلت ايه الـ sampling distribution، فعرفنا ان احنا عندنا ايه two types، صح؟ اللي هي الـ لو معايا الـ standard deviation فطلعت لي normal، ايه؟ normal random variable. فاكرين الكلام ده؟ في حد مش متابع معانا؟ عشان لو مش متابع يبقى مش هتفهم معايا اي حاجه من اللي هقوله النهارده. كل اللي خدناه قبل كده عايزين نستعمله النهارده، ركزوا معايا بقى. اول حاجه اتكلمنا عليها هي السامبلنج ديستريبيوشن اوف ذا سامبل مين، صح؟ فهمنا القصه ان انا معايا سامبل واخدتها من البوبوليشن بتاعتي، والانترست كان بتاعي هو السامبل مين، المين اوف ذا بوبوليشن بارامتر، فانا حسبت الايه؟ السامبل مين. We discovered أول حاجة إن الإيه؟ الـ sample mean عنده sampling distribution normal، والمين بتاعها إيه؟ المين بتاعها إيه؟ الـ true population mean، والـ variance بتاعها إيه؟ sigma squared على n، أوكي. طيب لو أنا الـ samples بتاعتي actually ما عنديش الـ sigma بتاعتي is unknown، او سيجما سكويرد الفارينس غير معلوم، مش كده؟ بس البوبوليشن اللي انا واخد منها لازم تكون ايه؟ نورمال، دي اول حاجه. والسايز بتاعي سمول، يبقى انا ممكن ساعتها اعتبر ان السامبلنج ديستريبيوشن طلعت ايه بقى؟ طلعت تي ديستريبيوشن، اوكي؟ يبقى بالتالي انا ممكن احلها لو ما معيش الايه؟ السيجما، ان انا ابتدي اعمل الاسامبشنز بتاعتي، الاول اتشيك اذا كانت البوبوليشن ايه؟ نورمال، وبعدين لو السامبل سايز از سمول يبقى خلاص هقول اتس تي ديستريبيوشن. طب لو السامبل سايز لارج يبقى ارجع للزد عادي، ليه؟ من اللو بتاع اللارج نمبرز يبقى ستيل حتى التي ديستريبيوشن ويل بي ابروكسيميتد بالايه؟ بالنورمال ديستريبيوشن، صح الكلام ده؟ فده اول كونسبت احنا اتعلمناه. الكونسبت الثاني ابتدينا قلنا عايزين نعمل استيميشن ليه بقى؟ للستاتستكس دي، مش كده؟ فكان بالانترست المين بتاعنا هو المين، رايت؟ فانا عايزه استيميت الايه؟ المين بتاع البوبوليشن اللي هو الترو مين. فابتدي ايه؟ عملت بوينت استيميشن. ايه هو البوينت استيميشن؟ كان عباره عن ايه؟ وات واز ماي بوينت استيميشن؟ قلنا رقم واحد بس، صح؟ ما انا معيش غير 1 سامبل، يبقى انا اطلع له ايه؟ 1 سامبل مين، واقول له هو ده المين بتاع الترو بوبوليشن، صح؟ بس في الناحيه الثانيه قلت له ايه؟ طب انا هحسب لك الماكسيمم ايه بقى؟ maximum error in this estimation. ورجعت بقى للقصه بتاعت اللي قبلها اللي جبت ايه؟ جبتها الماكسيمم ايرور من الايه؟ من السامبلنج. معايا في الحته دي؟ يبقى انا حسبت له رقم اه واحد، بس قلت له with maximum error كذا plus or minus this range، يعني x bar bounded between ايه؟ between two errors، اوكي؟ طيب بعد كده بالظبط كده، بنسبه معينه بالظبط، with respect to some ايه؟ to some level of confidence، خلاص كده؟ وبعدين جيت قلت لا انا مش عايز اعمل point estimation، انا هتكلم على طب ايه هو likelihood maximum likelihood that the estimator will be this value. اكتشفنا ان maximum likelihood estimator في الاخر طلع ايه بقى؟ هو لا سيجما اكس على ان ده الستاندرد ايرور، انما البوينت استيميت
لما جيت قلت لك طب what is the maximum likelihood estimate عندي في لو انا بتكلم بقى على اي حاجة proportion P ولا whatever او اللاندا هو ال الافريج بالظبط كده. اكتشفت ان في الاخر الماكسيمم لايكليود استيميت از ذا افريج. خلاص انا معايا سامبل يبقى بالنسبه لي الماكسيمم لايكليود استيميت از ذا افريج اوف ذس ايه از ذا افريج اوف ذس سامبل. واثبتناها للايه للباينوميال وللبوسون وللنورمال اند سو اون. اوكي اللي هنا عملنا الماكسيمم لايكليود جبنا التفاضل وبعدين جه سويناه بصفر وبعدين حسبنا لقينا في الاخر الفورمولا از ذا افريج. فلما اجي اطبق على طول اقول له ايه يبقى ماي ماكسيمم لايكليود هو الافريج بتاع الايه بتاع this sample. اوكي طيب رجعنا قلنا طب انا مش عايز بس point estimate. اوكي انا عايز ايه interval estimation. عايز اقول ان الترو بارامتر ميو bounded between ايه between two bounds. اوكي فقلنا within طبعا برضو ايه a certain confidence level. فابتدينا نجيب اللي هي الconfidence interval دي ان المين بقى دلوقتي مش الاكس بار زي البوينت استيميت ان المين هي اللي bounded between two ايه between two bounds. اوكي يا جماعه صادق واضح كده يبقى ايه المين دلوقتي هو اللي باوندد بتوين ترو بتوين ايه بتوين فاليوز بتوين تو باوند بتوين مثلا لوور باوند اند ان ابر باوند. جبتها منين برضو من الايه من السامبلنج ديستريبيوشنز على حسب البروبلم بتاعتي شكلها ايه. اوكي يعني في الاخر عملت باوندنج للميو سواء بقى استخدمت الزد انترفال او استخدمت الايه او استخدمت التي انترفال. هنراجع دي على دي شويه علشان دي هحتاجها كتير النهارده. النهارده بقى هنغير شويه. احنا كل اللي فات ده كان ايه استيميشن للبارامترز بتاعه البوبوليشن انما this time بقى using hypothesis testing شويه الكونسبت هيتغير ان انا دلوقتي عايزه اخد decision مش ان انا استيميت بارامتر يعني الاوبجكتيف اتغير مش ان انا عايزه استيميت بالذات البارامتر اللاندا بكام طب البي بكام اند سو اون استيميشن بتاعتها لا ده انا عايزه اخد decision اوفرول على ليه على السيستم بتاعي و this decision actually ما يبقاش كده عشوائي انما يبقى based على ايه بقى؟ على ال data برضه. يبقى بالتالي ساعات بيسموه data based decision making. خلاص كده؟ يبقى هنا الكونسبت هيتغير شويه ان انا في هيبقى سؤال بقى مش هقول لك find the estimate of mu لا ده حاجه اسالك سؤال yes or no هتاخد will you accept الكليم بتاعي ده ولا you won't accept it. خلاص بيز على ايه بقى بيز على الداتا اللي بتاعت المساله. اوكي يا جماعه فبالنسبه لي هايبوثيسيس تيستينج ايه هو التوبيك بتاع الليكتشر بتاعت النهارده. عايزين نراجع سريعا كده على الكونفيدنس انترفال. اتفقنا عندنا تو تايبس بالنسبه لنا احنا هنا يعني طبعا ممكن في حاجات ثانيه بس احنا بالنسبه لنا عندنا تو تايبس. لو انا معايا لارج سامبل ومعايا السيجما اوكي يبقى على طول I'm gonna assume ان المين بتاعي bounded between ايه بقى؟ between x bar minus ال error صح؟ و x bar زائد الايه؟ زائد this error. وقلنا with confidence level اللي هو كام confidence level سمينا البارامتر بتاعنا ايه؟ واحد ناقص الفا اوكي؟ سمينا واحد ناقص الفا هو الconfidence level والالفا نفسها سميناها الايه؟ significant level significance level اللي هو فيه ال error بتاعي اوكي؟ يبقى هي ال percentage of error. فده سميناها الزد انترفال. ولو انا عندي سمول سامبل اوف ا نورمال بوبوليشن فالكونفيدنس انترفال لو انا معايا السيجما غير معلومه فساعتها بتصرف ازاي في الفورمولا بتاعتي باخد بدل السيجما اخد ايه الاس از ايه از ذا سامبل از ذا سامبل ستاندرد ديفيشن واحطها في الفورمولا بتاعتي فبقول اس على روت ان فبقى ده الايه الفارينس الايه الستاندرد ديفيشن الجديد بس ساعتها الديستريبيوشن هتبقى ايه تي ديستريبيوشن وشفنا ازاي نتعامل مع ايه مع تي انترفلز. اوكي يبقى بالتالي بنقول ايه ان انا معايا واحد ناقص الفا 100% ايه كونفيدنس ذات ذس انترفل كونتينز البوبوليشن مين. فاكرين الفورمز بتاعتنا كانت عامله ازاي؟ الفيجرز او الجرافز يبقى ده الجراف بتاعي اوكي لو انا بتكلم هنا على المين ترو مين بتاع البوبوليشن ويبقى انا هدفي اللي هي كونفيدنس ليفل واحد ناقص الفا مش كده برسنتج كونفيدنس ليفل واحد ناقص الفا هتبقى ايه الاريا اندر ذا كيرف وذين ايه بقى لو انا مثلا تو تيل لو انا عندي تو تيلز في البروبلم بتاعتي ليه؟ لأن أنا عايزة باوند الميو بتوين لور أند إيه؟ لور أند أبر، فاتفقنا هاخدها سيمتريك مش كده؟ فهساوي ليه؟ الطرفين ده، فبالتالي this part سميناه إيه بقى؟
او الاريا دي اكشلي هتبقى ايه؟ مجموع الاثنين دول هيبقى كام؟ الفا. فاتفقنا ان انا هقسم الايه؟ الالفا دي على التو تيلز، فدي هتبقى بالنسبه لي الفا على كام؟ الفا على الاثنين، ودي بالنسبه لي الفا على الايه؟ الفا على الاثنين، اوكي؟ صح كده؟ واكشلي دي تو تيلز والدنيا ماشيه سيمتريك اراوند الميم بتاعي اند سو اون. ايه اللي انا عايزه تاني؟ الفاليوز اللي انا لو انا بتكلم هنا على الزد اللي هي ستاندرد راندوم فاريبل اللي اتفقنا انها هتبقى نورمالي ديستريبيوتد وذ مين وسيجما على ايه؟ وسيجما على روت ان، اوكي؟ يبقى بالتالي هسمي الزد اللي هي تكافئ بارامتر الفا على الاثنين لسهوله النوتيشن، بدل ما اقول لك زد واحد وزد اثنين، طب تقول لي زد واحد دي ليفت ولا الرايت؟ يبقى هسمي دي زد سب الفا على الاثنين، مجرد كنوتيشن عشان ابقى فاهم. يبقى لو انا بتكلم على واحد ناقص الفا مثلا سي 95%، يبقى الالفا بتاعتي كام؟ 5%، يبقى الالفا على الاثنين ايه؟ 2.5 ايه؟ 2.5%، اوكي؟ ويوجوالي بنتكلم بالديسيمالز، يبقى بالتالي 0.0025، اوكي؟ يبقى لما اجي اقول على الزد دي هسميها زد 0.0025، صح الارقام دي ولا غلط؟ ايه؟ او واحده بس. يبقى بالتالي زاد 0.025 وهنا ايه هيبقى 0.025، صح كده؟ فبالتالي دي هتبقى النيجاتيف زاد سب الفا على الاثنين نفس الطبقه المنطق، ودي هتبقى ماينس زاد عند 0.025. فاكرين الرقم كان طالع كام؟ 96. كام؟ 1.96. يبقى زاد ده 1.96، هرجع للتيبلز اجيبها، يبقى دي هتبقى نيجاتيف 1.96، اوكي يا جماعه؟ طيب ايه تاني محتاجينه هنا؟ الكونفيدنس. يبقى بالتالي الكونفيدنس انترفال بقى طالما معايا كل المعلومات دي هتبقى باوندد بتوين ايه بقى؟ اكس بار مش كده؟ ماينس ايه؟ زد سب الفا على الايه؟ الاثنين في سيجما على الروت ان، وهنا هتبقى باوندد بتوين اكس بار زائد زد سب الفا على الاثنين في سيجما على روت ان. لو تي هيبقى نفس القصه، الفرق الوحيد في الايه؟ في النوتيشن، صح؟ كل الكلام ده هيبقى ماشي معايا سيم از از ات از في التي، الفرق الوحيد بدل ما اقول زد سب الفا على الاثنين هقول ايه بقى؟ تي سب الفا على الاثنين، وبدل ما استخدم السيجما هنا هستخدم الايه؟ هستخدم الاس، ات از ذا سيم. طبعا التيبلز هتختلف، يبقى اروح على التيبل بتاعت التي واجيب ماي فاليوز، اوكي؟ جوت ات؟ يبقى ده اللي احنا ايه؟ اللي احنا عملناه ده اللي انا هحتاجه، اوكي؟ في اي اسئله؟ في اي اسئله؟ طب ليتس دو بقى هايبوثيسيس تيستينج. يبقى هايبوثيسيس، كلمه هايبوثيسيس اساسا معناها ايه؟ فرضيه، بالظبط. انا عامل فرضيه ده او كليم زي ما بيقولوا، وعايز اشوف الكليم بتاعي ده مظبوط ولا لا بيزد على ماي داتا. فبنقول ان انا بستارت ببدا التجربه بتاعتي، انا طبعا معايا statistical ايه؟ اكسبيرمنت فيها randomness، صح؟ في حاجات unknown، وعايز ابتدي اخد ماي decision. فبالتالي ببتدي علشان اخد ديسيجن في موضوع معين ابتدي اعمل بوستيليت او بعمل حاجه اسمها كونجكشر، يعني بخمن او او بعمل فرضيه معينه اباوت ا سيستم. مثلا مثال بسيط كده، زي يجي سؤال جمله زي دي اقول لك drinking coffee increases risk of cancer. ما احنا دايما بنلاقي الناس بتطلع ايه؟ معلومات كده، اوكي؟ تيجي انت بقى واحد واخد زي تقول له بيزد على ايه؟ ايه الايفيدنس بتاعك؟ ايه الدليل بتاعك ان درينكينج كوفي بينكريز الريسك اوف كانسر؟ اوكي؟ فتيجي تعمل له ايه بقى؟ ساعتها از واحد بتاع ستاتستكس او واخد ستاتستكس ايه؟ تبريزنت ايفيدنس عن طريق ايه؟ اجمع داتا، اروح اجيب شويه داتا كده، اجيب شويه ناس كده اجمعهم وابتدي ايه؟ اشوف الكوفي بيدرينكينج كوفي وابتدي اعمل ماي ميجرز، صح كده؟ واشوف بقى الكانسر نسبه الكانسر فيهم اند سو اون بتاع. يبقى ابتدي اجمع داتا واجيب الناس عشان اقدر اجاوب على السؤال ده واقول له ايه بقى؟ ايه الاجابه بتاعتي هتبقى في صوره ايه بقى؟ ريجكت. يعني كلامك صح ولا لا؟ دو اي ريجكت، هل ارفض الكلام اللي انت قلته ده؟ اوكي؟ ولا دو اي اكسبت ات؟ اوكي؟ او انا او اكشلي ساعات ما اي كانوت بروف الاكسبتنس، انا ممكن ما اقدرش اثبت، انما اقدر اقول لك لا انا اضمن ان انا اي كود ريجكت الكلام، اوكي؟ او اي فيل تو ريجكت.
يبقى بالتالي انا ايذر ان انا هقدر ايه ريجكت كلامك نهائي، يبقى انا عندي كده كونفيدنت وذ كونفيدنس معين، او اقول لك والله انا اي فيل تو ريجكت الكلام ده، ابتدي بقى ادور على يا اما داتا ثانيه تساعدك في الايفيدنس بتاعك اند سو اون. مثلا اجي اقول لك ايه، هل في انا عندي ايه ميجرنج ديفايس، فابتدي اعمل ايه بقى، وعندي تو ميجرنج ديفايس وعايزه اشوف هل في فرق بينهم بين الاكيوريسي بتاعت كل جهاز ولا لا، اوكي، فابتدي اروح للديفايسز بتاعتي اجمع منهم ايه، اجمع منهم داتا، وبعدين اقول لك والله كلامك ده مظبوط، اوكي، او سوري، او اقول لك كلامك ده ايه غير مقبول واي ريجكت الكلام. There is no difference في الاكيوريسي بتوين الايه بتوين الميجرمنت بتاعت التو ديفايسز، اوكي. مثلا اجي اقول لك السيلز بتاعت الكمبيوتر والتمبرتشر بتاع الجو مثلا في الوقت ده من السنه ريليتد او ار دي ار اندبندنت، ما لهمش علاقه ببعض، اوكي. برضه هتروح تجمع لي داتا عن المبيعات في الشتاء وفي الصيف ومش عارفه ايه، وتعمل ايه your comparison، وتقدر تجاوب على السؤال بتاعي، اوكي. طيب يبقى بالتالي دي اول خطوه، ان انا ببدا بكونجكشر، ببدا بكليم، صح، والكليم ده ابتدي احاول ايه الم داتا علشان ايه أبدأ. فبحط this conjecture in a form of a statistical hypothesis، اوكي. يبقى بالتالي ده المصطلح بتاعنا، and I use the data بقى to provide evidence whether to accept or reject this hypothesis، اوكي. فبالتالي عاده بقى زي ما قلت لك في الاول كده، اللي احنا هنعمله ده is a database ايه decision ايه process علشان اقدر ايه اخد قرارات في السيستم اللي انا شغال فيه، في الساينتفك سيستم بتاعي، اوكي. واضح الايديا ايه هنا؟ طب نبتدي بقى نعمل الماث بتاعنا. يبقى اول حاجه عايز اعرف يعني ايه هايبوثيسس، اوكي، وبعدين ابتدي احط الفورمولا بتاعه الهايبوثيسس تيستينج. فبالتالي زي ما اتفقنا الهايبوثيسس ما هي الا فرضيه كونجكتشر انا بعمله اباوت ماي سيستم، او اتس ا كليم بعمله، وان اي وانت تو تيست ذس كليم، عايز اعمل له تيستينج، عشان من هنا جت المصطلح هايبوثيسس ايه هايبوثيسس تيستينج، اوكي. ف اكزامبل بالارقام بقى، لو جيت قلت لك انا عندي المثال اللي دايما بناخده ده ديفكتيف ايتمز في مصنع مانيفاكتشرنج كده وبيعمل برودكت، والمهندس بتاع المصنع جه قال لي ده انا عندي ايه 10% ايه ديفكتيف ايه ديفكتيف ايتمز، اوكي. فبالتالي هاجي واحد جديد، يبقى ده البيليف بتاعه. يعني هنا انا عايزه اقول ايه في الحته دي، ان انا اوريدي في بيليف في السيستم بتاعي، في عندي معلومه اوريدي مبنيه على اكسبيرينس او باست اكسبيرينس، او واحد قاعد لي في المكان وعارف ان البروبابيلتي اوف ديفكتيف كام 10%، اوكي. واحد بقى دخل مانجر جديد على المصنع، صح، عايز يشوف بقى والله هل هم بيضحكوا عليه ولا الكلام ده مظبوط ولا لا. يبقى بالتالي بالنسبه له الكليم ان البروبورشن هنا 0.1 هو اللي هو عايز يعرف تعمل له تيستينج ولا لا، فهيروح عامل ايه بقى، يروح يجيب داتا بقى، فيروح يجيب سامبل مثلا من 100 منتج وتست عدد الديفكتيف بارتس في المنتج ده، ولقاها مثلا سي 0.12، تفتكر يرفض ولا يعمل this decision؟ Is it easy من one sample like this ان انا اقول له والله كلامك صح ولا لا؟ او هو ممكن اقول والله 0.12 نسبيا قريبه من الايه؟ من ال 0.1 I could accept and so on، اوكي؟ لو مثلا جيت اخذت واحده، هل هي اكبر؟ يعني سؤالي برضو هل هو هيبقى اكبر ولا هيبقى اقل ولا هو يساويه؟ ما هو برضو حتى لو انا I accepted it، انا عايز برضو more than this. Is it more than this ولا is it less ولا is it equal؟ ما في اسئله كتير ايه في التستنج، right؟ فبالتالي انا I don't know and I need ايه something. لو خدت مثلا another sample ولقيت ال probability 0.2 ابعد بكتير قوي من الايه؟ من ال 10%، برضو should I refuse بقى الكليم بتاعه ال 0.1 وبس؟ how certain should I receive؟ يعني هل انا متاكد 100% برضو ولا لا and so on. يبقى بالتالي برضو الكلام ده بيعمل ايه thinking، لازم اعمل شويه thinking قبل ما ابتدي احط الهايبوثيسز بتاعتي والتستنج، طريقه التستنج اللي هنفذ بيها القصه بتاعتي. فبالتالي عندي two types of hypothesis based على الكليم اللي فات ده، اللي هو اتفضل هنا دلوقتي انت عندك some system وعايز تتست اللي البي بتاعتك البروبورشن بتاعتك، اوكي. واحد قال لك انا البي بتاعتي 10% وانت عايز تو تيست ده كليم، ده في الاخر ايه كليم هو بيعمله، رايت right؟ وانت عايز تعرف تو ريجكت ذس كليم ولا دو نوت، واف يو ريجكتد هل هو لو انت يو ريجكتد هل انت بتقول له كده معناه ان البروبابيلتي بتاعتك اكبر ولا قصدك انها اقل؟
ما انا حتى لو I rejected do I reject في أي اتجاه ده ولا ده ولا do I reject الايكواليتي وخلاص اوكي وبعدين طب انا اخدت بيرسنتج ثانيه ولقيتها 0.2 هل ده برضو هل هيساعدني في اتخاذ القرار ولا ما ساعدنيش مثلا في اتخاذ القرار يعني مبدئيا هيقول والله لا 0.2 طلعت عاليه ستيل برضو how confident I should I be ان انا I refuse ان هي اساسا 10% ممكن حظ العسر يعني ان هي طلعت لي في السامبل دي اللي هي ال 20% اللي ايه ال defective items لا ما ده اللي احنا عايزين نعمله بقى using statistical inference ده اللي احنا بنعمله ان انا حابني الديسيجن بتاعي بقى مش على مجرد احساسي ايه او هي مين هيفكر بأني طريقه لا انا حابنيها على statistical inference اللي هو الاستدلال الاحصائي ده اللي هو بيقولوا عليه اوكي ما هي التوبيك بتاعتنا statistical inference انا عايزه اتوقع حاجه عايزه استدل على المعلومه بتاعتي عن طريق الداتا اللي عندي صح فده اللي احنا عايزين بقى نعمله في السلايدز اللي بعدها نبتدي بقى نحطها في صورة statistical hypothesis ونبتدي نعمل عايز تثبت مش معلومه كليم معين كونجكشر مش شرط تبقى ارقام حتى مجرد زي ما تقول لك drinking coffee مثلا بيزود الريسك بتاع الكذا فانت اللي عايز تحولها من جمله الى statistical hypothesis صح فهتعمل تبتدي بقى تحط كده تقول الكليم بتاعي النال هايبوثيسز حسب دي النوتيشن اتش سب او النال هايبوثيسز في المثال اللي فات ده هي الكليم اللي انا اي ونت تو ريجكت هو الاولد بيليفز هو البيليف القديم اللي هو موجود في السيستم وانا عايز اغيره اللي هو بالنسبه لنا اللي فات ايه بي بتساوي كام 0.1 يبقى ده النال هايبوثيسز اوكي فالالترناتيف هايبوثيسز بقى فانا هيبقى عندي تو هايبوثيسز الكليم القديم الاولد بليف اللي هو الاتش نود والنيو هايبوثيسز اللي هو الالترناتيف هايبوثيسز اللي هو الاتش سب 1 او اتش سب اي ساعات في بعض الكتب اوكي اللي هو البديل بقى انا عايز اقول له لا والله ده هي مش ما تساويش واحد ده هي اكبر من واحد ده هي اقل من واحد ده هي كذا يبقى انا عندي تايبس اوف ايه تايبس اوف هايبوثيسز فبالتالي الهايبوثيسز هي زي ما قلنا بقى دلوقتي اتش واحد بقى هو الكليم اي ويش تو استابليش زي الاسئله اللي سالتها لنفسي في اول في السلايد اللي فاتت دي is it greater than one is it less than one اوكي وهكذا يبقى بالتالي ده الكليم اللي انا عايز اعمل له استابليش ده الريسيرش كويستشن بتاعي يبقى بالتالي دايما انت وانت بتعمل يور بروجكت بقى تعمل ايه بقى ما ابداش بقى بالديتا كلها ابدا بالايه بالسؤال مش كده قلت لك لازم يكون عندي سؤال محدد ايه السؤال بتاعي ايه الكليم اللي انا عايز اعمله اوكي احط السؤال وبعدين ابتدي ادور على الهايبوثيسز اللي انا عايز اعمل لها التستنج اوكي فبالتالي ده الريسيرش كويستشن اللوجيكال كومبلمنت يبقى لازم يبقوا الاثنين دول كومبلمنت لبعض ما هي لو ايكوال يبقى بالتالي ده هيبقى ليه ده هيبقى الكومبلمنت ايه الكومبلمنت بتاعي يبقى ده اللي انا عايز اريجكت او افند بيه ده اللي هو الاولد بليف زي ما اتفقنا مش كده ده اللي هو بتاع السيستم بتاعي يا فندم حد كان بيتكلم ما هو انت زي ما اتفقنا انت قلت لي الديفكتيف ايتمز 10% بقى ذيس از يور اولد بليف ذيس از يور نال هايبوثيسز صح بعدين جيت قلت ايه بقى انا عندي الالترناتيف هايبوثيسز يبقى الالترناتيف هو البديل بقى بتاع الايه الاولد بليف اللي هو هتقول لي ايه يبقى بالتالي greater than 0.1 يبقى ده سؤالك يبقى this is your testing hypothesis you are testing if p greater than 0.1 that's it okay يبقى ده alternative hypothesis بالظبط كده ال h node اللي هي null hypothesis هي ال old belief هي ال p equal 0.1 ال H1 هي اللي انت عايز تو كونجكشر عليها عايز تو كليم ات انت ده البوستيلت بتاعك انت عايز تعمل فرضيه هو اكبر من واحد ولا ايه؟ اوكي؟ انت قلت لي هو يساوي واحد يور اولد بليف ذيس از ذا نال هايبوثيسيس انا اي ونت تو ريجكت ذيس لو قدرت اوكي؟ يوزنج ايه؟ الداتا معايا. If I cannot يبقى خلاص يبقى I fail to reject. ما عنديش enough evidence يقول لي والله انا I could reject it. يبقى اغير بقى بعد كده يعني انا الاول مبدئيا عندي اولد بليف ولو عرفت ريجكتد خلاص ابتدي بقى اصيغها بطريقه ثانيه. اكشلي مفيش سؤال محدد لكل يعني في تجربه واحده ملهاش سؤال محدد كل واحد ممكن يحطها يصيغها بطريقه مختلفه يعني.
اوكي يبقى هيوصل لديفرنت ايه ديسيجنز. فا illustrative another example. عندي فاكتوري ومثلا عندي منتج الويت بتاعه ايه 5 جرام، يبقى المنتج بتاع المصنع ده مثلا بيعمل عبوات بلاستيك ولا حاجه، كل عبوه المفروض نظريا تطلع كام؟ 5 جرام. ويجي بقى البرودكت انجينير يقول لي والله المين بتاع المنتج بتاعي المتوسط بتاعي 5 جرام فعلا. اوكي يبقى وات از ذس؟ ذس از ذا اولد بليف صح؟ ذس از ذا نال ايه؟ نال هايبوثيسيس صح؟ طيب وبعدين النيو سوبرفايزر دخل وقال له ايه؟ هي كليمز ذات ذا فاكتوري نو لونجر برودوسز برودكت وذ 5 جرام ويت. نو لونجر انا متاكد، بيقول له ماي كليم ان انت ما عندك، يبقى ذيس از وات؟ ذا الترناتيف ايه؟ ذا الترناتيف ده الكليم بتاعي، ده الريسيرش كويستشن صح؟ فبالتالي هروح اجيب راندوم سامبل واجيب الافريج ويت واعمل ريكوردينج وهديفاين بقى الهايبوثيسيس بتاعتي از فولوز. فحاجه بنكتبها بدي النوتيشن بقى الماثيماتيكال بتاعتنا، باجي اقول ان اتش سب نود هي ميو ايكوال 5، ذاتس ات. ده الميو هو ترو بارامتر بتاع البوبيليشن. انا ايم كليمينج ان الترو مين از 5. اوكي ذيس از ذا نال هايبوثيسيس. الالترناتيف هايبوثيسيس ماي ريسيرش كويستشن، يبقى الميو از نوت ايكوال تو 5، ذاتس ات. ده اللوجيكال كومبلمنت بتاع الايه؟ ميو ايكوال 5. اوكي طيب ايه الستبس بقى عشان نجاوب السؤال ده؟ اللي هو دو اي ريجكت بقى اتش نود اند اكسبت اتش 1؟ كان اي ريجكت النال هايبوثيسيس اند اكسبت الالترناتيف هايبوثيسيس، ولا ديد اي فيل تو ريجكت؟ ذيس از ذا كويستشن وده الاجابه بتاعتي. ايذر اي ويل ريجكت اند اكسبت اتش 1 او اي ويل فيل تو ريجكت ايه؟ I will fail to reject H node. يبقى بالتالي دايما انت خلاصت ليه؟ الهايبوثيسيس تيستينج بتبدا بهايبوثيسيس ولازم تنتهي بواحده من الاثنين دول. Either you rejected the null or you failed to reject. When you reject the null خلاص ما عندكش غير ان انت تو اكسبت الكومبلمنت بتاع اللي هو مين؟ ال H 1 صح؟ وبالتالي ايه؟ بقى معاك decision او بقى معاك conclusion right؟ انما when you fail to reject خلاص انت وقفت مكان ما ايه ابتديت. You fail to reject it. هل معنى كده ان انا I accepted the edge node؟ هل معنى كده ان انا I accept the edge node؟ لا. Actually I don't have any evidence. The evidence ما ادانيش كافي ان انا to accept it. هو كل ال evidence اللي قالوا لي ان انا I failed to reject it. Okay؟ يبقى I need more by it to do by more job عشان اعرف اعمل القصه دي. يبقى بالتالي دي decisions بتاعتي بنحطها في صوره تيبل. يا اما انا ال edge node اصلا ما هي في المسألة. أنا لو أنا عندي بيز انفورميشن، أيوة السؤال الأول. أنت عشان جيت متأخر، أنا عملت الريفيجن ده في الأول. أوكي؟ أنا عملت الريفيجن ده وقلت إحنا واقفين فين في الحتة دي. ولا معلش. طيب هنا اتش نود از ترو، معناها إيه بقى اتش نود از ترو؟ إيه؟ لا معناها ان انا عندي دلوقتي شور انفورميشن عن التجربه اصلا قبل ما ابدا فيها، كان ده تيست، كان ده بروتوتايب او حاجه بعملها تيستنج، وانا عارف فعلا ان اتش نود از ايه؟ اتش نود از ترو. يبقى التيبل دي كانها عامله انها ايه؟ عندها معلومات خارج بقى الستاتستيكال اناليسيس ان اتش نود از ترو ايه؟ از ترو ايفنت. خلاص كده؟ طيب لا يعني انت دلوقتي احنا عايزين نعمل التيبل اللي هي فيها كل البوسيبل اوت كمز اللي جايه لي من الستاتستيكال هايبوثيسيس تيستينج. احنا لسه من شويه اتفقنا ان انا عندي تو ديسيجنز، يا اما ان انا ايه؟ اريجكت اللي هم جايين بقى هنا اهو، اوكي؟ يا اما اريجكت الاتش نود او ان انا اي ايه؟ او اي فيل تو ريجكت الاتش نود، صح كده؟ ده التو ديسيجنز اللي اقدر اخدهم. When I reject يبقى H1 صح. طب افرض I rejected and H1 صح، اوكي؟ يبقى بالتالي H1 صح، يبقى انا هنا اهو، يبقى ده correct decision زي ما احنا اتفقنا. فاهم كده؟ يبقى لو H1 صح
ما هو ده الكومبلمنت بتاعه. ما لو اتش نود از فولس يبقى اتش 1 صح، اكتفيها كده اتش 1 صح، يبقى بالتالي ات از ذا كوركت ديسيجن. يبقى لو انت ريجكتد الاتش نود واتش نود اساسا فولس، يبقى انت اتس ا كوركت ديسيجن. طب وات اف، هي السؤال بقى هنا في التيبل دي يقول ايه؟ طب وات اف اي ريجكتد الاتش نود بس انا عندي معلومه ان الاتش نود اساسا از ترو، which is possible، لان انا حتى لما بريجكت او باكسبت with confidence with significant level معين صح؟ يبقى بالتالي ممكن اريجكت وهي اساسا ايه؟ ترو. يبقى ده ايرور، اتس ان ايرور في الاناليسيس بتاعي. لان انا كده زي ما كنت بعمل الكونفيدنس انترفيل دي، ام اي شور ان كل المين هيبقى واقف الانترفيل دي؟ مش احنا اتفقنا ووريتكم التيبل اللي هي قلت لكم فيه ساعات منهم هيخرجوا بره الايه؟ بره الانترفيل. I'm not sure positive 100%، زي ما اتفقنا هنا انا عندي كان كونفيدنس ايه؟ ليفل اللي انا شغال فيه. نفس القصه هنا. يبقى بالتالي I could reject، يبقى اللي انا بحط التيبل دي ليه؟ عشان تبقى عارف ان there is a possibility ان انت you're gonna reject ايه؟ H node although ان H node is ايه؟ is true. يبقى في error. فانا عايز اعمل ميجر لذيس ايرور. انا حاطه التيبل دي في الاخر عشان اقول لك لما اجي احسب لك الايرور في الحسابات بتاعتي تبقى فاهم انا بتكلم على ايه. خلاص؟ يبقى بالتالي اي ريجكتد اتس اتش نود ممكن تبقى كوريكت ديسيجن وذين سم ايه؟ وذين سم ايرور. هسمي ذيس ايرور تايب 1 ايرور. ليه بقى تايب 1 ايرور؟ طالما في 1 يبقى اكيد في ايه؟ في 2، لان انا عندي 2 تايبس اوف ايرور هنا. التايب الثاني هيجي لي منين بقى؟ اف اي فيل تو ريجكت. معناها ايه بقى؟ امتى يبقى correct decision؟ I failed to reject وان ال H node فعلا is true صح؟ يبقى هي فعلا is true، يبقى this is a correct decision. يبقى if I failed to reject وهي اساسا true، يبقى this is a correct decision. صح يا جماعه؟ بس if I failed to reject وهي اساسا false، يبقى is this an error ولا it's not an error؟ It is an error. يبقى this is another type of error اسمه ايه؟ type 2 error. اوكي؟ وعايزين نحسب بقى these two types of error. ما احنا ده اللي هنعمله دلوقتي بقى الحاجات دي. ايه؟ البطارية فصلت بتاعت البرنامج. طب كويس نكون تابعين. لو معاكم سبستيتيوت لا يعني ما شاء الله. انا هاخدكم معايا في محاضرتك. اداء متميز بصراحة، لازم تدوسوا تسقيف الاسلام. معجبة بأدائه جدا صراحة. بروفيشنال. خلاص؟ يبقى بالتالي عندي ريجكت ايه؟ احنا فين هنا؟ مين اللي كان بيسأل؟ ما احنا قلنا افرض ان انا I rejected ال H node بتاعتي. خلاص اي ريجكت، انا عندي ايفيدنس كافي في السامبلز او الداتا اللي انا جبتها انها خلاني اعمل ايه؟ ريجكت. اوكي؟ ولو هو كوريكت ديسيجن، لو هي فولس فعلا ذيس از ماي كوريكت ديسيجن، امتى هعمل ايرور؟ لما الداتا اللي جبتها دي قالت لي ريجكت اتش نوت بس هي في الاخر ات از ترو. السيستم از ترو، يعني الكليم الاصلي الاولد بليف بتاعي از ترو بليف بس انا اي ريجكتد ات. ديد اي ميك ان ايرور؟ يس. يبقى انا عملت ايرور. اوكي؟ يبقى ذيس از تايب 1. فطبعا عشان احسب ايرورز بنحسب البروبابيلتيز اللي ايه بتاعتها. يبقى انا هحتاج بقى بعد ما اعمل ريجكت وريجكت واعمل دو نوت ريجكت يكون معايا الايه؟ وذين ايه؟ الفا بكام؟ بيت بلاش بقى النوتيشنز زي ما قلناهاش. وذين تايب 1 ايرور بكام وتايب 2 ايرور بكام؟ صح كده؟ got it. طيب يبقى بالتالي هريجكت نقرا كده كاتبين ايه؟ ريجكت النال هايبوثيسز ان فيفر اوف اتش 1 صح؟ لان انا عندي ايه؟ sufficient evidence. لو انا ما عنديش sufficient evidence يبقى انا gonna fail to reject و these are my errors. خلاص كده؟ يبقى دي الفور possible outputs اللي ممكن تطلع لي من الهايبوثيسز تيستنج. اوكي؟ يا اما fail to reject وكون ده correct decision او fail to reject with type 1 ايه؟ with type 1 type 2 error بقى. طيب ده اللي احنا قلناه بقى. طيب يبقى اول step بقى لما اعمل مسالتي طبعا هفورميليت الايه؟ هفورميليت ال H node وال H 1. ممكن تبقى one sided alternative، على طول كلمه one sided هتفكر في ايه؟
في الديستريبيوشن بتاعتك وان انت في ايه في ناحيه واحده فروم يور ديستريبيوشن، يبقى النال هايبوثيسيس هتبقى ميو از ايكوال تو ميو نود مثلا قيمه معينه، بس الماي كونجكشر الالترناتيف هايبوثيسيس ان الميو اكبر من الميو نود. يبقى لو انا حبيت ارسم التيل بتاعتي، انا للاسف نسيت قلم النال، لو حبيت ارسمها يبقى انا في اللفت ولا في الرايت كده؟ انا في الرايت. يبقى ميو اكبر من ميو نود، يبقى انا ببص على الرايت تيل للمساله بتاعتي. وان سايدد برضه ممكن تجي لي لو انا اقول ميو ايكوالز ميو نود ده النال وميو اقل من ايه؟ ميو نود، يبقى انا ببص على اللفت ايه؟ على اللفت تيل، اوكي؟ يبقى لازم مخي منتلي كده افكر في الديستريبيوشن بتاعتي تو سايدد، يبقى انا بتكلم بحاجه باوندد، يبقى لو ميو ايكوال ميو نود يبقى ميو لا تساوي ايه؟ ميو نود، يبقى انا بهتم بالتو ايه؟ بالتو تيلز بتاعت المساله بتاعتي، اوكي؟ فبالتالي انا عندي 1 تيل فيرسس 2 تيلز، زي ما اقول لك مثلا مثال، مثلا اجي اقول لك ان المين بتاعي 29 لا والالترناتيف ميو بتاعتي اكبر مثلا من 29، او اجي اقول لك ميو تساوي او ميو ليس ذان 9، كل من واحده من دول از ا ديفرنت ايه هايبوثيسيس تيستينج، ده يعتبر ايه 1 تيل هايبوثيسيس تيستينج تو ذا ليفت والثاني ايه والثاني تو ذا رايت، اوكي؟ او ان انا هي مساله تو تيل يبقى اقول ميو ايكوال 29 وميو نوت ايكوال، دي نوت ايكوال في غلطه هنا، ويبقى ميو نوت ايكوال ايه 29، يبقى بتكلم على تو تيل دي تو تيل هايبوس، اوكي؟ طيب بعد كده سبيسيفاي ليفل اوف سيجنيفيكانس، طالما في تيلز والقصه دي يبقى انا عايز مين بقى؟ عايز الالفا بتاعتي مش كده؟ يبقى بالتالي ذيس از ماي ايه الالفا بتاعتنا، واكشولي هي البروبابيلتي اوف ميكينج تايب 2 تايب 1 ايه تايب 1 ايرور، وهي او ساعات بسميها الليفل اوف سيجنيفيكانس زي ما قلنا قبل كده. الكونفيدنس ليفل هو الواحد ماينس الفا، البيتا اكشولي هي ميكينج تايب 2 ايرور. كنوتيشن احنا اوريدي الفا استخدمناها قبل كده اللي هي السيجنيفيكانت ليفل، واكشولي هي نفسها التايب 1 ايه هي نفسها التايب 1 ايرور. البيتا هديها نوتيشن للتايب 2 ايه للتايب 2 ايرور، اوكي؟ فدي النوتيشنز اللي هنمشي بيها. عايزين بقى نشوف الكلام ده، يبقى بالتالي انا هديسايد ان الماكسيمم اكسبتبل ايرور بتاعي الفا، وسي الفا مثلا 5% او 1% زي ما احنا ايه زي ما احنا متعودين، اوكي؟ ومين اللي بيديسايد القصه دي؟ الريسيرش، هو هيبدا الساينتفكس اكسبيرمنت وعلى حسب التايب بتاع البروبلم بتاعته هيديسايد هياخد 1% ايرور اكسبتبل، اكيد في الدراجز والحاجات الجامده والميجرنج ديفايسز، صح؟ لو انا حاجه اقل مش فارق معايا ممكن اخدها 95، ممكن اخدها اقل زي ما انا عايز، صح كده؟ يبقى الايرور اللي انا اي اكسبت في الهايبوثيسيس تيست بتاعي هو اللي انا اي ستارتنج بيه اللي هو الالفا، اوكي؟ طيب الريجكشن ريجن، يبقى اول ستيب عملت الهايبوثيسيس كليمز بتاعتي وبعدين حددت السيجنيفيكانت ليفل، الخطوه الثالثه ابتدي بقى طب امتى هريجكت؟ انا هجيب الداتا وعايز اشوف فين المنطقه اللي انا هريجكت ايه؟ فين المنطقه اللي هريجكت فيها؟ فهبدا بداتا وانا عارف السامبلنج ديستريبيوشن بتاعي، يبقى كل اللي انا عملته قبل كده ايه؟ هستخدمه بقى معايا هنا. الداتا دي جايه من فين؟ السامبلز السايزز بتاعتها ايه؟ طب وات از ماي سامبلنج ديستريبيوشن اوف ذا، لو انا شغال هنا على البارامتر مين؟ ميو، يبقى بالتالي از ات نورمال از ات تي ديستريبيوشن اند سو اون، يبقى هل هستخدم الزد انترفال ولا هستخدم التي انترفال، وابتدي اخد ماي ديسيجن، اوكي؟ بعد ما حددت الريجكشن ريجن وحسبت الزد بتاعتي اللي هتعمل لي الريجن بتاعتنا اللي هي الزد هسميها بقى بدل زد سب الفا على الاثنين او زد سب الفا هسميها هنا بقى في التايب ده زد سب ايه كريتيكال، دي الكريتيكال بوينت اللي عندها بعد كده ابتدي اعمل ايه؟ اريجكت الايه؟ اريجكت اي داتا هتجيلي، لو قبلها يبقى اي فيل ايه؟ يبقى اي فيل تو ريجكت، يبقى لازم احدد الريجكشن ريجن في المساله بتاعتي. بحددها بيز على ايه؟ بحددها بيز على السيجنيفيكانت ليفل اللي انا حددته واروح للتيبلز احسب ماي زد سب الفا على الاثنين ودي الكريتيكال بوينت بتاعتي، اوكي؟ فبالتالي مفيش لسه برضو اي تغيير في الحسابات، نفس اللي احنا بنعمله. بعد ما حددت الريجن بتاعت الريجكشن ابتدي احسب ماي تيست ستاتستيك اللي هو مين بقى؟ الداتا جابت لي سامبل مين معين ده ماي تيست ستاتستكس، يبقى التيست ستاتستيك بتاعي هو الاكس بار، هحسب الاكس بار بتاعي وبعدين اعمل له ايه؟ ترانسفورميشن للايه؟ للنورمال عشان اقدر اقارنه بالزد كريتيكال، ما اقدرش اقارن اكس مع ايه؟ مع زد، رايت؟ فبالتالي بعد ما احسب ماي اكس بار من الداتا هحولها الى الايه؟
الى النورمال راندوم فاريبل، وانا عارف انها ايه ليها نفس المين ميو وسيجما على ايه على روت ان. لو هي تي ديستريبيوشن يبقى هحسب الايه الايكويفالنت ايه فاليو للتي بتاعت الاكس بار بتاعتي. خلاص اخر ستيب بقى اخد ماي ديسيجن. ديسيجن هيبقى بيزد على ايه بقى؟ بيزد على ستيب 3 و4 مش كده؟ انا معايا زد ومعايا ايه كمان؟ زد كريتيكال صح؟ هل الزد دي واقعه في الكريتيكال ريجن يعني بعد الزد كريتيكال ولا هي قبلها؟ لو هي واقعه بعد الزد كريتيكال يبقى then it is a rejection definitely مش كده؟ يبقى انا I have evidence enough evidence to reject الايه؟ to reject it. لو هي طلعت قبلها يبقى بالتالي I fail to reject وبعدين يبقى close my problem على كده ان انا I fail to reject the hypothesis. خلاص يبقى في اخر ستيب هاخد الايه الديسيجن بتاعي. يبقى بالتالي عندي 5 ستيبس. خلينا نطبقهم بقى على الايه على سام اكزامبل. في اي اسئله قبل ما ابدا؟ طب انا كده هنا عندي الجزء اللي انا هقول ان انا مش قادر ارفض الجزء. ما هي لو ما وقعتش في الريجكشن ريجن يبقى خلاص اي فيل تو ريجكت. يبقى لو الزد بتاعت التست ستاتستيك بتاعي ما وقعتش في الريجكشن ريجن يبقى اي فيل تو ريجكت. ذاتس ات. هي سيمبل لوجيكال كومباريزن. بعمل تو انيكواليتيز وكمبير ذم ببعض. لا معنى كده انا اي في لو هي وقعت في الريجكشن ريجن لو الزد ستاتستيك ده تيست ده وقع في الريجكشن ريجن يبقى اي ريجكت خلاص النال هايبوثيسيس ان فيفر اوف مين؟ ان فيفر اوف ذا الترناتيف. يبقى انا كده موافق على الالترناتيف. انا كده اي اكسبت الالترناتيف هايبوثيسيس. يبقى انا لما بعمل كليم انا ما ببصش على الكليم بقى اللي انا عايزه اثبته ريسيرش كويستشن. انا عايزه افند النال ايه؟ النال هايبوثيسيس. عرفت افنده اي ريجكتد ات يبقى بالتالي اي اكسبت الالترناتيف. فاهم؟ مش ان انا بتست الالترناتيف. ايم تيستينج ايم ريجكتينج النال ان فيفر اوف ذا الترناتيف. فاهم؟ ما على حسب بقى 1 تيل ولا 2 تيل. ما احنا اتفقنا هيبقى عندنا ايه؟ بروبلمز هتبقى 1 تيل وفي بروبلمز هتبقى 2 تيل. If your problem is a one tail يبقى انت شغال على زد سب الفا. If your problem is a زد is a two tail يبقى انت شغال على زد سب الفا على الاثنين صح؟ بس هي الفكره هنا ان النيو اصلا عندي بايت دلوقتي مثلا النيو مثلا اللي هي اكس بوكس يعني فلو الاكس اصلا بتعمل مثلا باربعه فلو انا مثلا قلت ان هي ما انت ما تحطليش ارقام. عايزه ارقام هنعمل الاكزامبل. ماشي ما انت الريجكشن ريجن هي التيل. فلو هي واقعه في اي تيل لغايه الانفينيتي خلاص اتس ا ريجكشن. يبقى لو التست ستاتستيك بتاعك او البوينت يو تيستد واقعه في الريجكشن ريجن خلاص اتس ا ريجكشن. الريجكشن ماشيه منين؟ ماشيه من زي ما انت شايفه هنا. لو انا هي تو تيلز يبقى جاي من عند الزد سب الفا على الاثنين لغايه الميلانين. يبقى لو التست بتاعك واقع في اي منطقه هنا خلاص اتس ا ريجكشن. اوكي؟ جوت ات؟ لو وقع بقى في المنطقه اللي في النص خلاص يو فيل تو ريجكت. مثلا مثال زي ده عندي برودكشن لاين وعايزه المانجر بيقول انا هدخل الانتاج ده للنيو ماركت اريا مثلا عايز يشوف يفتح مجال في حته تانية ولا ما يفتحش المجال. فده سؤال مش كده؟ This is a question. هيبيز البرودكشن لاين بتاعته على الناس اللي في الاريا ده الماركت اريا اللي هو عايز يفتح فيها بقى عايز يشوف الناس ايه الدخل مثلا بتاعهم قد ايه. مثلا هو قرر انه علشان يدخل منتج في اريا معينه يشوف دخل الناس في المنطقه دي كام. فعايزين الدخل بتاع 400 بيت مثلا من المنطقه دي وان الافريج انكم 30000 دولار. طبعا ده مش في مصر اكيد ده في الكتاب ده. فالافريج انكم 30000 دولار والستاندرد ديفيشن بتاعه كام؟ بتاعه 8000. اوكي؟ ف بس دي الداتا اللي عنده وده السؤال بتاعه. وات شود هي دو بقى؟ ازاي يحاول ريفورميوليت بقى الانفورميشن دي علشان يعمل ايه؟ statistical ايه؟ hypothesis وياخد decision based على ايه بقى؟ على this data. What's my first step? بالظبط كده. يبقى فورمليت وبعدين لازم احط
decision، يعني انا امتى هرفض وامتى مش هرفض. اوكي انا سي مثلا وانت بتقولي الافريج بتاع السامبل بتاعتك 30، طب انا ايه القرار بتاعي؟ اوكي انا هبني الماي ما ده الريسيرش كويستشن بقى، يبقى this is my research question. اوكي وده اللي انا عايز ده الديسيجن اللي انا عايز اخده and this is my research question. لازم احط كل حاجه عشان اقدر فعلا افورميليت كل المساله. ف what is this greater than 29000 ده عباره عن ايه؟ بالظبط كده، يبقى ده المين، يبقى بالتالي كانك هتاسيوم لو تساوي 29 او اكبر من 29. اوكي هو بيقول لك it is believed that the line the production will be successful لو الانكم كان اكتر من 29000. لو اكتر من 29 يبقى انا ضامن كده، يبقى ده الالترناتيف ايه هايبوثيسز بتاعتي. يبقى انا هبني النال هايبوثيسز على ايه بقى؟ لو هو ايه بقى؟ ممكن اقول اقل من او تساوي او يساوي وخلاص. اوكي يبقى بالتالي هبتدي احط المنتج بتاعي، اقول المين بتاعي هو 29000. اوكي والنمبر بتاعي هو 400، وهبني النال هايبوثيسز بالطريقه دي. يبقى هقول المين يساوي 29، وبالتالي لو اكبر من 29 هعمل ايه بقى؟ ده بالنسبه لي الاكسبتنس، ده اللي انا بدور عليه، ده اللي انا عايزه اكسبت ذس كويستشن، ده اللي هيخليني اخد ماي ديسيجن وادخل النيو برودكشن لاين على المنطقه دي. اوكي اف اي اكسبتد الايه ان المين اكبر من 29000. ما هو جه قال لك هنا انا هاخد راندوم سامبل اوف 400 هاوسز صراحه، والمين بتاعهم طلع 30000 والستاندرد ديفيشن 8000. دي الداتا اللي عنده في القصه دي، فالداتا دي بتاعت السامبلز. الترو مين هو اللي انا عايز اعمل له كونجكشر، ده اللي انا عايز ابوستوليتد، هل المين بتاع الترو بوبيوليشن بتاعت الناس كلها بقى هيبقى اكبر من ال 29000 ولا لا؟ اوكي فبالتالي هحاول لو if I rejected ده يبقى I'm in favor of ايه؟ I'm in favor of ده، صح يا جماعه؟ إذا قدرت أريجكت ده بالديتا اللي معايا يبقى I'm in favor ده. If I fail to reject I don't know مش هقدر آخد decision دلوقتي، يا إما أروح أجيب إيه؟ another data وأبتدي أحسب تاني، خلاص؟ ممكن ما أنا ممكن بقول لك أكتبها يا إما أصغر من أو يساوي 29000 أو أكتبها يساوي وخلاص عشان نثبت الفورميليشن بتاعي. ما هو الكومبلمنت بتاعه خلاص، أوكي؟ يعني هي انا ممكن اكتبها less than or equal ايه ال 29000. هو قال السؤال ان هو الاكبر من 29 ده المفروض ان ده هو الاكسلون. لا اللي انا عايز اعمله السؤال الاخير ده اهو، هي successful لو الافرج اكبر من 29. ده الريسيرش كويستشن، ده الريسيرش كويستشن بتاعي. انا لسه عايزه انتروديوس a new product على المنطقة دي، فده الريسيرش كويستشن اكشلي. البيليف ايه بقى ان هو ايه؟ لو انا عايز افند ايه؟ لو هو اقل من او يساوي 29. اوكي يبقى النال هايبوثيسيس هو اللي اقل من او يساوي، والالترناتيف هو اللي اكبر من. ده الريسيرش كويستشن بتاعي، ده اللي انا عايزه اكسبتد. فبالتالي انا عايزه اكسبت ده فحطيته في الايه؟ في الالترناتيف هايبوثيسيس، وبعدين ابتدي اقول طب ماكسيمم اكسبتبل ايرور عندي هنا هعتبره 5%، ده الريسيرشر هو اللي بيحطه مش كده؟ ال 5%. وبعدين هستعمل وان تيل تيست. ليه وان تيل؟ لان انا عندي هنا ايه؟ جريتر ذان، وهتبقى اللي اللفت تيل دي الرايت ولا اللفت؟ دي الرايت، سوري الرايت تيل صح؟ وهحسب الزد كريتيكال سيمبلي، الزد كريتيكال للالفا ب 0.05، بروح للتيب اذا اجيبها كام 1.645، يبقى دي اللي هتحدد لي ان الكريتيكال ريجن اني زد اكبر من 1.645. خلاص سيمبلي كده، كل الانفورميشن اللي عندي قبل كده عمال استخدمها هنا ايه ببساطه عشان ايه اخد ماي ديسيجن، وبعدين اروح ما اجيب ماي تيست ستاتستكس بيزد على ايه بقى التيست ستاتستك؟ على السامبل اللي معايا اللي هم 400 بيت صح؟ اللي لقيت ايه السامبل مين اكس بار بتاعتهم لقيتها كام؟ 30000، والبوبيليشن مين انا عامل فرضيه ان هو 29000، والاس بتاعت السامبل مين 8000 على الروت 400.
هنا ليه ما خد ليه اخدت السامبل مين؟ عشان ما معيش الستاندرد ديفيشن بتاع. طب ازيت زد ولا ازيت تي؟ هتقولي ايه تيزا زد ليه بقى؟ لان الان بتاعتك ايه؟ لارج. يبقى كل دي ديسيجنز انت عمال تاخدها بيز على ايه؟ الستادي بتاعتك، صح كده؟ فبالتالي يس طلع 2.5، يبقى التست ستاتستيك بتاعي طلع 2.5، اقدر اكومبير ات في الريجكشن ري، اشوف اذا كان في الريجكشن ريجن ولا لا. طبعا واضح ان ايه 2.5 اكبر من ايه ال 1.645، يعني 2.5 واقعه في الريجكشن ريجن. يبقى بالتالي انا عندي داتا اناف تقول لي اعمل ايه بقى؟ ريجكت. عندي داتا قالت لي ريجكت ده نال هايبوثيسيس يا استاذ، يبقى انت ان فيفر يو كود ناو اكسبت مين بقى؟ الالترناتيف هايبوثيسيس ان المين اكبر من 29. طب ما واتس ماي ديسيجن بقى في الماركت؟ يس اوبن ماركت اريا في المنطقه دي، خلاص كده؟ يبقى واضح التسلسل جه ازاي؟ طب واتس ماي ايرور؟ وات از ذا ايرور ان ذيس ديسيجن؟ الالفا اللي هي الخمسه، ذيس از ماي تايب 1 ايرور. انا اي ريجكتد وهي كان ممكن تكون اصلا ايه؟ ترو. يبقى وذن ايرور كام؟ 5%. يبقى بالتالي يبقى يس اي ام ميكينج ماي ديسيجن وهفتح ذيس ماركت اريا وذ ايرور كام؟ وذ ايرور 5%. خلاص كده؟ يبقى انا في الريجكشن ريجن. تحبوا نعملها على البورد؟ هي هتبقى برضو عندي النورمال تيبل بتاعتي، ما احنا شغالين مين صح؟ فبنتكلم على ان السامبلز بتاعتنا كلها ايه؟ راندوم فاريبلز بميو سيجما على روت ان، صح الكلام ده؟ ده السامبلز قالت لي القصه دي. فبالتالي حاجه هنا اللي انا عملته اكشلي، معلش النورمال شكله يعني غريب شويه، اللي انا عملته هنا اكشلي ال شكرا. نرسمه عدل شويه. انا شغال هنا على الزد صح؟ مش على الاكس. فبالتالي وانا بتكلم على الزائد يبقى المين بتاعي ايه؟ المين بتاعي عند الايه؟ عند الصفر صح؟ اللي هو يكافئ المين بتاع الاكس اللي هو كام بقى المره دي؟ عند الايه؟ عند ال 29,000. وجيت حسبت الالفا بتاعتي اللي هي كام كانت؟ 0.5%. يبقى دي الاريا تحت المنحنى ده، وحسبت لها الزد سب الفا اللي هي ايكويفالنت ليها اللي انا سميتها زد ايه؟ اللي انا سميتها زد كريتيكال، وطلعت لي 1 بوينت كام؟ 645. خلاص كده؟ يبقى بيزد على الساتسفاكشن بتاعي 5% انا جبت له الريجكشن ريجن. اكشولي الحته دي كلها هي بالنسبه لي الايه؟ هي بالنسبه لي الريجكشن ريجن. يبقى دي الريجكشن ريجن. اوكي يا جماعه؟ يبقى دي الريجكشن ريجن. بس واللي احنا حسبناه بعد كده الزد ستاتستيك، رحت جايب الزد بتاعتي لقيت الزد بكام؟ 2.5. ده اللي هو بنسميه التست ستاتستيك اللي جبته من ايه؟ اللي جبته من السامبل اللي معايا. التست ستاتستيك طلع 2.5. همسك ال 2.5 دي واشوفها على الجراف بتاعي، لقيت 2.5 واقعه في انهي منطقه؟ واقعه هنا اهو. ويبقى واقعه فين بقى؟ في الريجكشن ريجن. يبقى بالتالي واتس ماي ديسيجن؟ ريجكت اتش نود. يبقى بالتالي اكسبت مين؟ اكسبت اتش 1. يبقى افتح الماركت اللي انت عايزه. اوكي؟ المنطقه اللي قبلها دي كلها فيل تو ريجكت. يبقى لو الزد بتاعتي طلعت في اي مكان هنا يبقى خلاص اي ستوب اقول اي فيل تو ريجكت. دو اي اكسبت معناها كده اتش نود؟ لا. خلاص يبقى اتس انذر هايبوثيسيس تيستينج، وهتعمل انذر كليم ان الاولد بليف بتاعك ان المين 30,000 وتبتدي تشتغل عليه. صح كده؟ يبقى ده دي انا رسمتها اهي اوريدي، انا عاملاها هنا نسيت احطها اهي. يبقى ده اللي احنا عملناه على الايه؟ ده اللي احنا عملناه على البورد. اوكي؟
الكومباني مثلا ستيتد البرودكت بتاعهم اون افريج 3 ملم، ده بيعمل منتج ويقول لك المنتج بتاعي الدايمتر بتاعه 3 ملم. وان امبلوي كليمز، يجي بقى ايه واحد يقول لي لا ده اتس نو مور ايه اتس نو مور، في كلمه غلط هنا، ذا كليمز ذات نو مور ذا افريج، يعني الافريج مش اكتر من 3.0 خلاص. اوكي okay؟ ايه الجمله دي مش عارفه حتى اصلحها يعني. الامبلوي كليمز ذات افريج ما بقاش 3 ولا لا ولا no more than، غالبا دي than، لا no more than average is هي معكوسة. The employee claims that the average is no more، هنقلب بقى الكلمتين مع بعض، the average is no more than 3.0 millimeter. okay a random sample of meat product، طبعا لو في الامتحان حصل حاجة زي كده improvise بقى وحط لنفسك اي حاجة هتطلع صح. A random sample of maya is measured indicated that the average is 3.2 with standard deviation 0.1. يبقى دي information عن ايه؟ دي information عن sample اللي هو الداتا اللي هو هيبيز عليها الديسيجن بتاعه. اوكي؟ يبقى فين الكليم بتاعي هنا؟ فين البوستوليت اللي انا عايز اعملها؟ What is my research question؟ المور is less than المور قال. ال average is less than 3.0 millimeter. Okay. It is believed that the claim will be true if the average is not 3.0. في جملة زيادة هنا ايه؟ دي يبقى the average ال claim بتاعه هيبقى true لو ال average is not ايه؟ is not 3.0. يبقى not equal to. أنا هصلح الجملة اللي فوق دي بس هرجع للكتاب بقى، معلش مش عارفة هي ايه أصلا. طب should the claim be accepted about the product average with 99% confidence level؟ يبقى هنا مديني الواحد ناقص ايه؟ الواحد ناقص الفا، يبقى الحل هبدا بايه بقى؟ اكون الايه؟ الهايبوثيسيس صح؟ فالاول احط الانفورميشن، معلش اول احط الانفورميشن بتاعتي المين بتاعي كام؟ 3.0 صح؟ بتاعت البوبيوليشن، السامبل 100 والسامبل مين 3.2 والسامبل فاريانس ايه؟ 0.1. Should I take Z ولا should I take T وانا شغال؟ Z Z عادي. ليه؟ لان ال 100 دي اتس انف، احنا اتفقنا اكتر من 50 تبقى مظبوطه. اوكي طيب يبقى بالتالي وانا دو ماي تيست المين 3 ده النال هايبوثيسيس، ده الاولد بليف ان المين 3 والترو بليف الكليم صراحه هو قال لي لا تساوي وخلاص، يبقى انا هاخدها زي ما هي مكتوبه في الايه؟ في الكويشن انها لا تساوي الايه؟ الثلاثه. الماكسيمم اكسبتبل ايرور اللي هو 0.01 ات از ا تو تيلد ولا وان تيلد، برضه دي ديسيجنز باخدها بيزد على الالترناتيف هايبوثيسيس، طالما لا تساوي يبقى ايه؟ تو تيلد، ما ممكن تبقى اكبر من او تبقى ايه؟ اقل من، يبقى الناحيتين يبقى تو تيلد، خلاص كده؟ طالما تو تيلد يبقى انا شغال على ايه؟ على الفا على الاثنين. ما هو معلش سيب الجمله اللي فوق دي اتفقنا، خلينا في الجمله اللي تحت كويس، ان في واحده ثانيه هنا اهي. It is believed that the claim بتاعه will be true if the average is not 3.0. اوكي؟ ايه؟ لا المفروض يقولوا في الامتحان طبعا واضح، في الريال لايف طبعا انت اللي بتحاول تستنتج واتس جوينج اون. اوكي؟ This is a research question بيبقى. انما في امتحان طبعا لازم عشان كلنا نجيب نفس الانسر لازم يبقى الدنيا كلير يعني. اوكي اكشلي هنا اتس كلير، بس هي في غلطه في الوردنج فوق فما لناش دعوه بيها، بس هنا مفيش غلط. اوكي يبقى اتس نوت ايكوال، خلاص يبقى حط النوت ايكوال. فمعايا الاكسبت واتفقت انها تو تيل، فانا بيهمني الفا على الاثنين اللي هي 0.005، وهستخدم التو تيلد زد تيست. اجيب من هنا ايه بقى؟ احسب ايه من هنا القصه دي؟ الزاد ايه بقى؟ الزاد الفا على الاثنين اللي هي الكريتيكال زاد اللي عندها بعد اللي بعدها في ايه؟ في ريجكشن ريجن، صح كده؟ يبقى هحسب الزاد كريتيكال بتاعتي لقيتها 2.645 عند الالفا على الاثنين ب 0.005،
يبقى الريجكشن بتاعتي جايه بوث ويز ايه؟ فروم ماينس 2.65. لو انا عايز بقى اقول الريجكشن فين بقى؟ في غلطه طبعا ثانيه هنا. دي كام بقى؟ وانا عشان بعمل كوبي بيست نصلحها عشان ايه ما انساش. هي فرقه في رقم يعني. يبقى الريجكشن ايه بقى؟ من less than minus 2.645. ليه؟ لان انا تو تيل و greater than ايه؟ 2.645 صح كده؟ الستيب اللي بعد كده بص على السامبل واجيب منها الزد بتاعت السامبل. انا معايا الاكس بار بكام؟ 3.2. يبقى اجيب الزد ايكويفالنت بتاعتها عن طريق الترانسفورميشن اكس بار ناقص ميو على اس على روت ان. حسبتها طلعت 0.2. يبقى هتشيك بقى هل 0.2 دي واقعه في الريجكشن ريجن ولا لا؟ Is it in the rejection region؟ واضح لا. يبقى بالتالي ايه؟ زاد 0.2 ما هياش في الريجكشن ريجن، يبقى I fail to reject ايه؟ النال هايبوثيسيس، I fail to reject الكليم بتاعه انها it is not equal to ايه؟ او to accept اقصد I fail to accept الايه؟ الكليم بتاعه. واضح كده؟ يبقى بالتالي ايه؟ I cannot be confident enough، ما عنديش data evidence أو ما عنديش evidence enough إن أنا to إيه؟ to reject ال claim بتاعه. خلاص يبقى يا إما أروح أجيب other data. إيه؟ ماشي، أنت ممكن يبقى زي ما بيقولوا يبقى الوضع كما هو عليه. يبقى it still هو ال claim اللي موجود معايا وال old beliefs هتفضل موجود. أوكي؟ بس فهي دي الجراف بتاع المساله بتاعتنا اهي. الزد ب 2.6 دي الكريتيكال زد 2.645. يبقى الريجكشن ريجن فين؟ المنطقه دي وليس ذان ايه 2.645. ذيز ار ماي ريجكشن ريجن. الزد بتاعتي اكشلي طلعت 0.2 في منطقه ما هنا، يبقى اي فيلد ايه؟ اي فيلد تو ريجكت. يبقى الزد ما وقعتش في الريجكشن ريجن، يبقى اي فيلد تو ريجكت. اوكي؟ دي بقى values important ممكن تراجع عليها كده وتراجع على التابلز. ممكن تشوف التابل دي عندك في الفاينل اكزام، تبقى هي الجيفن برضو، تعود انك انت ايه تستخدمها في البروبلمز بتاعتنا. طيب طب وات اف الكويستشن بقى شكله كده. قال لي عنده مانيفاكتشرر بتاع فيوزز، بيقول الفيوز لو حصل اوفرلود 20% الفيوز بتاعه هيبلو في خلال 12.4 مينت، في خلال 12.4 دقيقة الفيوز والبلو لو الاوفرلود تعدى الايه ال 20%. ماشي؟ يبقى أنا بتكلم على ليه بقى؟ المين تايم اللي هو اوف الفيوز يبوظ اللي هو ال 12.4 مينت. طيب تو تيست الكليم بتاعه ده، ما هو في كليم هنا إن هو الفيوز والبلو ان 12.4 مينت. طيب الكليم بتاعه a sample of 20 fuses was subjected to a 20 overload والتايم اتحسب طلع 10.6 ده الافرج بتاع السامبل والستاندرد ديفيشن 2.48. خلاص كده الداتا جايه من normal population and do they tend to support or refute the manufacturer claims. هل الداتا دي بتاكد كلام المانيفاكتشرر ده ولا it refuted بترفضه؟ Does it assure it ولا ده؟ ايه الستبس هنا وايه اللي ناقص هنا في البروبلم دي؟ الاكيورسي مش كده؟ الليفل اوف ايه؟ الليفل اوف سيجنفيكانس هنا از نوت جيفن. فبالتالي انا لو مشيت في نفس الستبس اللي كنت شغال فيها هبتدي ابص على الانفورميشن اللي عندي في المساله وارتبها مش كده؟ الانفورميشن عندي ان البوبيليشن ليها مين 12.4 والسيجما كانت غير معروفه والان بتاعتي كام؟ 20 سامبل والاكس بار 10.63 والاس بتاعتي 2.48. اوكي دي الانفورميشن. وحط ماي هايبوثيسز ان المين ب 12.4 والالترناتيف هايبوثيسز ان هي اقل من ايه؟ اقل من 12.4. اما اجي اعمل على الستيب الثانيه وات از ذا اكسبتبل ايرور هنا؟ ات از نوت جيفن مش كده؟ بالنسبه لي. ولما اجي احسب بقى الزد كريتيكال اي دونت هاف الفا عشان احسب ايه؟
عشان احسب my z critical. انما لا اقدر احسبه التست statistic بتاعي هنا. Actually هنا it's a t distribution. ليه t distribution؟ عشان السامبل صغير 20 وما معيش الاس السيجما، فبالتالي هشتغل على الاس، ف it's a t distribution. طب how many degrees of freedom do I have؟ 19 مش كده؟ انا الان ب 20 يبقى 19 degrees of freedom. يبقى اقدر احسب my test statistic. انا معايا الاكس بار مش كده؟ اقدر احسب الايكويفالنت ايه؟ تيست بتاعي مش كده؟ تي. لقيت ان الايكويفالنت طلع نيجاتيف ايه؟ 3.19. اوكي؟ نيجاتيف ايه؟ 3.19. What does this tell me؟ ايه الانفورميشن اللي اقدر اخدها من الحته دي؟ اللي ايه بقى؟ لا ده كان في النورمال، ده كان في النورمال اللي هي من ماينس 3 ل 3. التي اتفقنا ان التيلز بتاعتها الايرورز ايه؟ الاريا اندر ذا كيرف التيلز اكبر. فماينس 3 ل 3 دي مش ماشيه مع التي ديستريبيوشن، فما اقدرش اعمل اسامبشن ان هي زيروز يعني. بس انا كده بحقق تقريبا ان النال هايبوثيسيس، لان هي بتقعد جزء يمين اكبر بكتير. بتتكلم عن جزء يمين بس. بالظبط، في واحد ابتدى يفكر اهو بالكونسبت باللوجيك بتاع المساله، ان انا كده لقيتها واقعه في اللي في الايه؟ في الجزء الشمال على الاخر، يعني ده التي ديستريبيوشن، اوكي؟ التيلز بتاعتها بتبقى زي ما اتفقنا عاليه كده، صح؟ فاللي هو عرف يلاقيه ان التي سب التي اللي تي عنده هنا اهو نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 3.19. لو انا شغال على التي بتاعتي ده التي، وده اللي هنا التي بتساوي ايه؟ صفر. ده اللي يكافئ ان المين اللي هو كام في الاكس مش كده 12.4. اوكي طيب لو جيت قلت لك وات از طب ذا اريا هنا، هتقولي الاريا هنا ايه؟ ما هو دي في الاخر تعتبر البروبابيلتي ان التي بتاعتك less than كام 3.19، صح؟ ابتدي افكر باسلوب اخر زي ما هو قال. طب ما هي جايه في الاخر، طب معناها كده ان الايرور هنا هيبقى ايه؟ هيبقى قليل. يبقى بالتالي probability ان التي دي اقل، ما دي التي اقل من، معناها ان الاكس بتاعتك اقل من سم ايه؟ سم اكس معينه مش كده؟ اكس كريتيكال او اكس وات ايفر. يبقى بالتالي كانك انت ابتديت تدور على الايكويفالنت ايه؟ probabilities في المنطقه دي، صح؟ طيب يبقى بالتالي هبتدي اقارن، اعمل اجيب بقى العكس بقى، اجيب probability اللي عندها التي بتاعتي اللي انا حسبتها، اوكي؟ يبقى لما اجي بقى اروح للتيبل عند degrees of freedom 19 والتي بنيجاتيف 3.19، هلاقي ان نيجاتيف 3.19، تعالوا نبص على التيبل هنا. ليه مش راضي بقى يكبر؟ اهي. هلاقي عند ال 19 اهي، هروح عند 19 ديجريز اوف فريدم ماشي، وهبص على دي تعتبر الايه؟ التهاب بتاعتي كده؟ اما ابص على التي واضح انها خارج الايه؟ خارج الجدول هنا، صح؟ اقصى تي عندي هي هنا، هيقعد يقول لي دي بوزيتيف، ما انا عارف ان هما في سيمتري، فده كانها النيجاتيف كام؟ 2.861. يبقى انا اخري عند 19 التي بكام؟ نيجاتيف 2.861. طب دي جايه عند probability كام؟ 0.00 كام؟ هرجع بقى بالراجع العكس بقى، هرجع لفوق اجيب ماي ايه؟ ماي الفا. يبقى رجعت فوق جبت ماي الفا لقيتها كام؟ 0.005. يبقى ايه اللي اقدر اكليمه هنا بقى؟ ان probability ان t less than negative 3.194 اقل من ايه كمان؟ اكيد اقل من دي كمان مش كده؟ اكيد اقل من 0.005. يبقى بالتالي should I بقى reject ولا accept this؟ يبقى رحت للتيبل اهو زي ما شفنا عند التيبلز، لقينا اساسا اكبر رقم عندي كام؟ نيجاتيف كام؟ 2.861، ولقيت البروبابيلتي اللي تكافئه عند الحته دي كام؟ 0.005. يبقى دي هي نفسها probability ان الاكس اقل من كام؟ السامبل اللي انت جبته ب 0.005. يبقى ماي كليم هنا اكشلي ان البي دي از فيري سمول، بحيث ان انا ايه؟ I reject. يبقى بالتالي I'm gonna ان انا I fail to reject، يبقى فعلا I'm gonna reject my ايه؟ فعلا I'm gonna reject my null hypothesis، صح يا جماعه؟ ليه؟ لان probability طلعت very small، الايرور هنا صغير، الالفا صغيره. اوكي؟ okay.
That's it. يبقى بالتالي الكليم بتاعه الالترناتيف هايبوثيسز از ايه؟ از ترو. يبقى ده از ترو. يبقى فعلا المين اقل من 12.4. صح كده؟ واضحه؟ القيمه دي عشان هي مهمه هنسميها ايه بقى؟ هنديها النوتيشن بي. هل هي دي الالفا؟ Is that my significance level؟ لا، actually دي البي فاليو اللي عندها ايه بقى؟ اللي هو اقل حاجه ممكنه بيزد على السامبل اللي انا جبتها. والله انت حر بقى بعد كده، انت از ريسيرشر، يبقى هنا كان الكويستشنز اتغيرت شويه مش كده؟ انت از ريسيرشر بقى انت حر تاكسبت تو ريجكت او تو فيل تو ريجكت. واضح؟ انت اللي دلوقتي حطيت الالفا امبوزنج على المساله ولقيت دي بالنسبه لك مقبوله، يبقى انت يرجونا ايه؟ يرجونا ريجكت. لقيتها والله الايرور ده عالي بالنسبه للتجربه بتاعتك، يبقى بالتالي يو فيل ايه؟ يو فيل تو ريجكت. يبقى اكشلي ده كونسبت تاني في الهايبوثيسيس تيستنج بنسميه ايه بقى؟ بي فاليوز في الهايبوثيسيس تيستنج. يبقى الستبس هنا هتقل، ما بقوش خمسه ستبس، هيبقوا كام ستب بس؟ يعني لما نيجي هنا للاكزامبل ده، بعد ما عملت ماي هايبوثيسيس انا على طول جبت ماي تيست ستاتست، ما عنديش التو ستبس دول، صح؟ انما في الديسيجن ميكنج بعد ما جبت الفاليو دي هبتدي ادور على البروبابيلتي بتاعتها، همشي بالعكس، هدور على البروبابيلتي اللي تكافئ ذيس فاليو، صح؟ واعتبرها ذيس از ماي سيجنيفيكانت ليفل. If I accept it خلاص انا حر، if I do not يبقى بالتالي I fail to reject. اوكي؟ ما هي البي دي في الاخر هي الالفا، زيها زي الالفا، زيها زي الالفا، هي في الاخر البروبابيلتي بتاعتي، صح؟ بس it is not the alpha significant level اللي انا ببدا بيها دي، انا بستنتج بمشي بيها بطلعها من سياق المساله. يعني انا جبت الرقم ده اقل من بتاع، واكتشفت ان probability اساسا بتاعته اقل من 0.005، صح؟ فدي البي فاليو بتاعتي. This is the least value I could define my rejection region عندها. خلاص؟ انا اللي بديفاين بقى دلوقتي my rejection region. والله بالنسبه لي دي هتعتبر ريجكشن ريجن، يبقى بالتالي ام جونا ريجكت الايه؟ كانها البورد، كانك حطيت، كانك واقف على البوردر لاين ذيس تايم. يعني احنا هنا لما عملنا المساله بتاعتنا الزد تيست ستاتستيك طلع فين؟ طلع هنا، صح؟ كانك بتقول لي الزد تيست ستاتستيك هي نفسها الزد كريتيكال. كانك هتاخد البي بتاعتك هنا وقع عند الايه؟ البروبابيلتي اللي عند الزد. هتحط الاثنين فوق بعض، فاهم؟ يعني كانك انت في القصه الجديده بقى هتعتبر زد كريتيكال، هي الزد بتاعها هي الزد بتاعتك، وده هيبقى البوردر لاين بتاعك اللي عنده هتديفاين يور ريجكشن ريج، فاهم؟ يبقى بالتالي ممكن نحطها بقى في الصياغه الثانيه. هنا او بوينت اه تمام. طب ليه انا ما يعني انا دلوقتي اللي طلعتها ان الاكس بتبقى اقل من فاليو معينه؟ اه، ما هو ده اللي انت بادي بيه، اللي هي 12.4، ده اللي انت بادي بيه فوق، ان المين بتاعك اقل من 12.4. يبقى probability ان المين اقل من 12.4 هي اللي طلعت لي بكام؟ 0.0005. اوكي؟ ايه؟ انا كده، ما انت اللي تختار بقى. هناك هنا كنت بعمل بحدد ريجكشن ريجن، ولو الزاد وقعت في الريجكشن ريجن يبقى اي ريجكت، صح؟ هنا اتس ماي تشويس، هنا ما عنديش، كل اللي بعمله بروح حاسب ايه بقى؟ بالنسبه لنا هنا يبقى دي تعتبر البي، دي بالنسبه لي البي فاليو. الاريا تحت المنحنى ده من عند تي ايكوز نيجاتيف 3.19 دي البي فاليو. يبقى كاني بقول لك if you accept this will be your rejection region. صح كده؟ ما هو ما فيش بقى زاد كريتيك، كانك انت هتاخد بقى، كانك هتاخد دي عباره عن التي كريتيكال بتاعتك. After which you will reject. فانت it's your choice now. Do you accept open the area اللي هي طلعت هنا بالنسبه لنا من this example 0.005. Do you accept 0.005 to be your type 1 error؟
Yes, it's very small. صح؟ يبقى بالتالي do you reject ولا fail to reject? You reject. صح؟ يبقى هتreject النايل هايبوثيسيس ان المين ب 12.4. صح كده؟ وهت accept ان هو اقل من 12.4. ايه الايرور عندك؟ 0.00. يبقى انت هنا مفيش بقى الكومباريزن اللي كنت بعملها هنا، هل هي جوه الريجكشن ولا مش جوه الريجكشن؟ صح؟ انت هنا كان في ريسيرشر تاني فوق كده قبل ما ابدا بيقول لي ريجكت. طب افرض في المسائل دي حصل ان البوينت جت هنا اهو بالظبط قبلها على طول، كان هيحصل ايه؟ كنت هتريجكت، كنت هتفيل تو ريجكت صح؟ لو هي وقعت في المنطقه وهي قريبه قوي. فاكتشلي الديسيجن هنا از فيري كريتيكال. فهو قال لك لا، في النيو ريسيرش بقى في الستاتستكس قال لك لا، ده انا بدل ما احط الالفا واقول لك انت لا امشي معايا هنا، لا في الابلايد ستاتستكس اكشلي ما بيعملوش كده. ما بيبتديش بالفا، بيحسب البروبابيلتي وبعدين هو البي فاليو بقى، هسميها بقى دلوقتي البي فاليو. از ات اكسبتبل بالنسبه له تو ريجكت؟ اف يس خلاص جو اهيد ريجكت. فاهم؟ طب لو دي طلعت 25% تعمل ايه؟ اللوجيك بيقول لك لا fail to reject، يبقى الانسر بتاعك هيبقى fail to reject لو probability دي طلعت كبيره. صح؟ مين بقى اللي يقول لي reject و do not reject؟ اللي هو الريسيرشر بقى، اللي هو انا ممكن في نفس المسائل دي بي values اديك برضو الالفا بتاعت، اوكي؟ بس بعد ما تجيبها تقارن بالبروبابيلتي بتاعت الالفا، اوكي؟ مش المفروض لو الاريا دي كانت كبيره فانا اريجكت، عشان ان انا اريجكت بقت كبيره؟ لا، ما هي دي بقى rejection region بتاعتك. يعني لو المنظر طلع كده، لو منظر طلع كده والتي بتاعتك طلعت هنا، معناها ايه؟ معناها الايرور تايب 1 ايرور ان انت هتريجكت وهي ات از ترو عالي. يو ريجكتد وات از ترو، ما هو ده التايب 1 ايرور. ما هي الاريا دي هي التايب 1 ايرور، ما ده الايرور ده اللي اتفقنا عليه بقى في الاول وخلاص بقى، مش كده؟ ده الايرور بتاعي. فلو ده الايرور بتاعي كبير، لا طبعا، يبقى هنا على طول هقول له ايه؟ I failed to reject. الايرور كبير. الداتا اللي عندي did not give me evidence to reject الايه؟ النال هايبوثيسيس، فانا I won't accept ال HA بتاعتك. صح كده؟ انما لو طلعت very very small في التيل بتاعي وفعلا very small area، يبقى ده الايرور، الايرور بتاعي صغير، يبقى اعمل ايه بقى؟ هريجكت. I'm rejecting with this error 0.005، صح؟ يبقى بالتالي نيجي نحطها بقى في الصياغه بقى فورمال كده، يبقى بالتالي البي فاليو بتاع بتسبيسيفاي ايه تاني؟ What does it specify؟ الريجكشن ايه؟ الريجكشن ريجن بتاعك، اوكي؟ فالستبس عباره عن ايه؟ الستبس هي هي، بس فرق ان انا بعمل ايه؟ كل اللي بعمله بحط الهايبوثيسيس بتاعتي واحسب ماي تيست ستاتستيك وبعدين اخد ماي ديسيجن، اوكي؟ فالبيربز بتاع البي فاليو ما هواش there is no difference، ما تفتكرش ان هما تو ديفرنت ابروتشز، انما هما ايه بقى؟ مجرد ايه؟ ان انا ما عنديش ان ادفانس ا significant ليفل، ده الفرق الوحيد. I don't have alpha in advance، صح؟ انا بحدد ماي الفا ديورنج البروسيس بتاعه المساله، اوكي؟ فبيفور وي هاف الفا اند سيلكت ذا كريتيكال ريجن اكورد، ده اللي احنا كنا بنعمله قبل كده، اوكي؟ فده الريسك اللي انا اقبل اخده، او بمعنى اخر تايب 1 ايرور في الاخر ايه؟ ده الريسك اللي انا اقبل اخده او ريجكت ماي ايه؟ ماي هايبوثيسيس، اوكي؟ فذيس از ماي ديفينيشنز، هي اللوست ليفل ات ويتش ذا اوبزرفد ايه؟ value of the test statistic is significant. فالابروتش هو ده اللي انا عايز اوصل له، الابروتش بتاعي ايه بقى؟ state the null والalternative، choose appropriate test statistic وبعدين احسب البي فاليو بتاعتك based على الايه؟ الكمبيوتد فاليو، اوكي؟ وبعدين خد الكونكلوجن بتاعك based على، طب واحد يقول لي طب ما في الفا هنا، البي فاليو اقل من الفا، ده بقى اللي هو بتاعت الريسيرشر بقى، وده اكسبت بقى كام في الميه بحيث ان الايرور ده بالنسبه لي كبير ولا صغير اند سو اون، اوكي؟ بس مش ببدا فيها في الحل. في ده مثال اخير بقى اهي، راندوم سامبل اوف الوفيات بقى هنا، عندي 100 وفاه، شود ان الافريج لايف 71.8
والpopulation عندها standard deviation 8.9. Does this indicate ان المين لايف سبان today is greater than 70 years؟ ده الكليم بقى، ده البوستوليت اللي انا عايزه اثبته ان المين لايف تايم از جريتر ذان 70. وقال لي بعد كده يوز 0.05 ليفل اوف سيجنيفيكانس. لو انا مشيته بالبي فاليوز يبقى هحسب هحط ماي هايبوثيسيس تيست، وبعدين دي الالفا اللي هو قال لي هشتغل عليها. اوكي لو هي 1 تيلد هي 1.645 والتيست ستاتستكس 2.02، فالبي فاليو هنا هبتدي ابص على probabilities. البروبابيلتي اللي انا بتكلم عليها 0.0217 اوكي، اللي هي زاد اكبر من 2.02 بتاعت التست ستاتستيك. ولو هي اقل من الالفا يبقى وات شود اي دو بقى؟ يبقى ايه؟ اي ريجكت الايه؟ يبقى انا هريجكت ماي اتش نوت. اوكي يبقى انا ممكن ابص لها بتو كونسبتس او تو مايند سيتس، اوكي بالبي فاليوز او ابص لها على طول بالكريتيكال. ايه بالكريتيكال؟ والاثنين حاجه واحده زي ما انت شايف بالمثال ده. اوكي اني كويستشنز؟ اي اسئله؟ في حد عنده اي اسئله؟ طيب احنا كده خلصنا ده تشابتر 7 اللي احنا خدناه. هو اهم واحد بالنسبه لنا هيبقى ده طبعا، اللي فوق ده اللي هو الكونسبتس وكله كلام. ان لو سمحتوا لو سمحتوا اقروه، اوكي حاول تقرا شويه في المواضيع دي عشان المساله في الاخر انجلش وورد، هي وورد بروبلمز، فانت لازم تقرا عشان تعرف في الامتحان تحول الوورد بروبلم لشويه الايه الاجابات. يعني الاجابه سهله، الستبس واضحه، بس تو ترانسفورم الوردز للبروبلم هو ده الديفيكولتي هنا. فلو سمحتوا اقروا اكتر عشان بس النوتيشنز والمصطلحات تبقى واضحه شويه بالنسبه لك، اوكي، وتقوي الانجليش بتاعك. خلاص في هيبقى هناخد الاكزام لو جاهزين، انا ما عنديش مانع كمان ربع ساعه، بس لو في ناس جايه بقى 11 ونص. انا توقعت بصراحه ما اخلصش في الجزء الاولاني. احنا كده خلصنا الكورس يا خلاص كده.